أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا في برنامجكم برنامج جولة. احنا اليوم متواجدين في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهناك فعالية صيفية أيضا وهي المخيم المهني الصيفي، اللي أيضا اليوم بناتنا وعيالنا حضروا هذا المخيم، راح نشوف انطباعاتهم من خلال تواجدنا معاهم. حياك الله اختي خلود، قواك الله على هذا النشاط. لكن في البدايه كلمينا عن هذه الجوله او المشروع او النشاط الصيفي. مخيمنا الصيفي هاي النسخه الخامسه اللي نظمه مركز قطر للتطوير المهني. جولتنا اليوم هندسيه معماريه في متاحف مشيرب. عندنا مجموعه من الطلاب، طلاب المرحله الثانويه المقبلين على الدراسه الجامعيه، نساعدهم في اختيار تخصصاتهم الوظيفيه، ناخذهم جوله في سوق العمل القطريه ليتعرفون على بعض الوظائف اللي موجوده في قطر. نعم خلود، هذه اول فعاليه تقيمونها؟ لا والله، احنا نقيم هذه الفعاليه سنويا، شتوية وصيفية. نعم، بالنسبة للطلبة أيضا ما الاستفادة من هذا المشروع؟ احنا بالنسبة لنا نحس ان احنا قاعدين نغطي نقول مثلا 80% من الاستفادة حق الطلاب، لان احنا نعرفهم على اماكن جديدة، اماكن ما يقدرون يدخلونها مع اولياء امورهم، يستكشفون هذه المكان، يتعرفون عن قرب من خلال تواصلهم مع الاشخاص الموجودين في المكان، يكلمونهم عن الوظائف، عن المميزات، الدراسة الجامعية. في نهاية المخيم يكون عندنا مجموعة من الجامعات اللي موجودة في قطر، بالإضافة إلى جامعة قطر الرئيسية، يتعرفون على الجامعات اللي موجودة، شنو هو الجامعة اللي تخدم هذه التخصص. نعم خلود، من شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، أيضا نتعرف على أحد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج. حياك الله يا أخوي. معك علي الطالب علي محمد القاسمي من مدرسة طارق وزياد، طالب هندسة. نعم علي، كلمنا عن زيارتكم لهذا المكان. اليوم رحنا مشارب العقارية، أول شيء شفنا كم من فندق، ورحنا شفنا المجسمات حق الغرف وشلون بتكون الغرف يعني، والحين إحنا في الفندق الثاني وما شاء الله يعني وايد حلو. نعم شو تلاحظ الاستفادة من 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 هذه الزيارات؟ هو تعلمك عن الشيء اللي بتدرسه يعني، او الشيء اللي بتشتغله في المستقبل يعني، وتعرفك عن كم من مهنه، وان شلون بتدرس شلون بتروح يعني، شيء مفيد يعني. كنا نعم نتمنى لك التوفيق ايضا في الزياره هذه، وتستفيد الاستفاده القصوى منها ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. وصلنا الحين إلى مشروع متاحف مشيرب، وهناك جولة للطلبة المشاركين في مخيم التطوير الصيفي المهني. خلكم معنا. هذه مجسم على المشروع. المشروع بشكل عام مكون عندنا تقريباً 100 مبنى. هذا مقسمة عندك عدة أقسام، عندنا المتاحف، عندنا المباني الحكومية، عندنا شقق، عندنا فلل، في عندي أربع فنادق اللي فاتحينها، وعندنا محلات تجارية، وعندنا مول. فأنت عشان تعرفون إحنا وين، هذه سوق هني، الشارع بيننا بين سوق. هاي واحدة من القعدات الخارجية اللي عندك. أول ما دشيت حسيت شوية فرق عندك في الجو العام، في أبرد شوي، حسيته أبرد شوي. يعني عندك المنطقة هذه اللي تحت الدستك يعني تسوي فيها أوصاف، عندك في البرودة هذه اللي حسيت فيها عدة عوامل. واحد عندك من البرودة الفاضي تحطون داخل مني بتحسون هذه عبارة عن هواء قاعد يطلع، بس مو قاعد ينفخ فيه البرودة، يطلع شوي شوي بحيث اذا انت قعدت هني ما راح تضايق تحس بكميه فرق. انت عندك الارض مزوده شبكه مياه،
باردة تفتح الباب فتخلي عندك الأرض باردة عشان تمسكين بروحها. وغير كذي عندك السقف المادة الرصاصية هذا عندك مادة تحاول إيش عشان تحبس لك البرد هني ما تخلي عندك حرارة تبدا. وهاي كلها راح عندك. احنا حاليا قاعدين نفحص كل سيستم بروحه بس عزم ان شاء الله بنفحص كل سيستم كامل بعد ان هذا موجود والسيستم كلها شغاله. وغير كذي عندي بعد الروح كلها كامل والسقف راح يكون مسكر. وهاي بعد بيساهم عندك انه يخليك عندك الجو الطف شوي وانت قاعد في الغرفه. أعزائي المشاهدين انتهت جولتنا اليوم في متاحف مشيرب مع الطلبة أو المشاركين في هذه الزيارة. راح ننتقل لمكان ثاني فحياكم معنا. أعزائي المشاهدين كنا مع طلبتنا في مشروع مشيرب في جولة، والآن انتقلنا إلى المدينة التعليمية راح نستكمل جولتنا معهم. أنت خلال مسيرتك التعليمية أكيد أنت حصلت على جوائز، مثلاً تفوقت في الثالث إعدادي أو تفوقت في الثاني ثانوي أو حصلت على جائزة التفوق الاجتماعي في المدرسة أو حتى خارج المدرسة. إذا أنت حصلت على جوائز شاركت في أحد المسابقات لك الحق أنك أنت تذكرها وتذكر تاريخ السنة الجائزة الفلانية أو الشهادة الفلانية في كذا كذا وفي السنة الفلانية عشان الناس اللي أنت رايح لهم يعرفونك أنك إنسان منتج. يعني ما بس أنت تروح المدرسة وبس وتمتحن وخلاص وتطلع، لا أنا عندي نشاط غير المدرسة وحتى في داخل المدرسة عندي نشاط وماخذ عليه جوائز. أخوي شاهين في البداية كلمنا شو كان عندكم اليوم؟ اليوم أخوي كان عندنا ورشة اختتمنا فيها الأسبوع الأول من المخيم الصيفي لهذا العام. بعد أسبوع تم في عدة زيارات لثلاث أماكن أو أربع أماكن رئيسية. اليوم اختتمنا بورشة مهارات حياتية. بلشنا في هالورشة بشلون الطالب أنه يقدم نفسه للجمهور وبدون ارتباك أو بريحية. أيضا تكلمنا عن كيفية إعداد السيرة الذاتية. طبعا الطالب في هذه المرحلة يكون يستعد لمرحلة جامعية مقبلة، فمن خلال المرحلة الجامعية قد يكون أحد الطلاب مسافرين أو يدرس في الخارج، فمن خلال هذه الورشة علمنا شلون يعتمد على نفسه أو تكلمنا عن بعض المهارات اللي مفروض يكتسبها وهو رايح يدرس في الخارج، مثل حجز اللي هو التذاكر أو الفنادق الرئيسية أو حتى خلينا نقول اختيار الجامعات في أماكنها. وأيضا اللي هي ننتقل إلى المهارات الحياتية البسيطة مثل إعداد وجبة، تنظيم البيت، تنظيف الأشياء البسيطة اللي يمكن الطالب أنه يخدم نفسه ويعتمد فيها نفسه في الغربة. نعم سيد شاهين سليطي شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق ولكل من شارك في هذا الورش أيضا كل توفيق. تسلم الشيخ وشكرا على الاستضافة. أعزائي المشاهدين انتهت جولتنا مع طلبتنا في المخيم المهني الصيفي، ونشكر كل المنظمين لهذه الفعالية ولهذا المخيم، لكن أيضا راح ننتقل لمكان آخر فخلكم معانا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين حياكم الله معانا في برنامجكم برنامج جولة، وفي يوم جديد احنا اليوم متواجدين في مول قطر. هذا المول اللي عمل مفاجآت من خلال صيف قطر وأيضا ألعاب للأطفال، وهناك فن الرسم وألعاب كثيرة ومثيرة. نتمنى حضوركم لمول قطر حتى تستمتعون وتشوفون هذه الألعاب.
السلام عليكم. مساء الخير. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. في البدايه مشاهدنا الكريم يبي يتعرف عليك. هلا، عيسى الاسمر، مدير العمليات بكيدزموندو الدوحه بالمول في قطر. طيب استاذ عيسى، ندخل داخل ونشوف هذا العالم اللي يمكن يكون غريب علي وعلى مشاهدنا الكريم. حياك. تفضل. حياك. تفضل. استاذ عيسى، احنا الان وصلنا وين؟ الحين نحن بمطار كيدزموندو، اللي هو نقطة الدخول لمدينة كيدزموندو الدوحة. تفضل. والله مطار صراحة. ما الذي في الخلف منا الآن؟ خلفنا مدينة كيدزموندو، مدينة مصغرة لحجم الأطفال، للطفل بس يكون موجود جوا حس حاله بعالم متكامل مخصص ومعمول على القياس تبعه. وهي مدينة شبه المدينة فعلاً الطبيعية في الواقع. صح. المدينة بتتضمن 60 استابلشمنت، كل استابلشمنت ترمز لمهنة معينة. الستين استابلشمنت نقدر نعمل فيهم 80 نشاط. يعني الولد ما بيزهق هون، بتعلم 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 بكل الوقت اللي موجود عندنا. يعني ما شاء الله في هذه المدينة يلعب ويتعلم ويعمل وأيضا يستخدم النقود وأيضا ممكن يعبي وقود. إذن يعني في مدينة في طبيعتها، في يعني سنة إحنا تقريبا الكبار، لكن اللي نفذونها على أرض الواقع هم صغار. صح. هذا النموذج أستاذ عيسى؟ هذا المبنى مبنى الحريق. هذا واحد من الأنشطة تابع لنشاط أساسي اللي هو رجل الإطفاء. نعم. الولد عندنا بس يفوت على مركز الإطفاء ليصير إطفائي، نعمل له كورس تمرين، نعلمه على الإطفاء، نعطيه معلومات عن الطفيات، عن أنواع الحريق وطريقة إخماده. بس يخلص ويصير عندنا إنذار للحريق، بينزل بيلبس البدلة تبع رجل الإطفاء، بيطلع بسيارة الإطفاء ليجوا لهون ويطفوا الحريق بالمبنى. طيب أستاذ عيسى، معدل الأعمار المسموح فيه دخول هذه المدينة؟ نحن الألعاب اللي عندنا أو الأنشطة اللي عندنا مركزة لعمر 4 ل 14 سنة، كرمال ما ننسى الصغار اللي تحت الأربع سنين. في لهم أنشطة مخصصة. الولد اللي عمره تحت الأربع سنين بيقدر يستعمل 6 ل 7 أنشطة موجودة بقلب المدينة، بينما الولد اللي عمره من 4 ل 14 مفتوح قدامه كل الأنشطة. هذا من الأساسيات، لأن كل ولد يفوت على كيدزموندو أول محطة هي البنك. نعم. عندنا من هون من هيدا الخط تخلص مسؤولية الأهل. من هون أي نشاط بده يفوت يعمل الولد، الأهل ممنوع يفوتوا معه، لأنه لازم نعلم الولد يتكل على نفسه. تعاملات لوحده. صح. نعم. تفضل. هون بنشوف التشيك اللي بنسلمه على الباب للطفل. نعم. اوكي. بس يفوت على البنك بأهله، في الموظفين باسم السبونسر تبع البنك، بيسلموا التشيك وبيسلموه عملة كيدزموندو. حلو. اللي هي الكدلر. عملة حديثة، يعني ما نعرف صراحة يعني في الصراف لو وديته كم تساوي، لكن عند الأطفال في هذا المكان وفي قطر مول أكيد تساوي الكثير بالنسبة لهم، جايين ومعتمدين أيضا في البداية وأول خطوة على هذه المبالغ حتى يعني يبتدون يسرون أمورهم في هذه المدينة. في الخلف منا هذه إحدى المغامرات اللي يمكن نشوفها على شاشات التلفزيون وتكون صعبة على أرض الواقع، لكن اليوم نشوف أبنائنا يتسلقون إلى ارتفاعات كبيرة. يعني صح. النشاطات المجموعة في قسم منها رياضية، في قسم منها تفكير، الولد بده يستعمل تفكيره ليحل مسائل معينة، في أشياء جسدية بس ما بتتعب. في عنا أولاد ما بيقدروا يطلعوا على الحيط، بس بيقدروا يجوا على محطة البترول لغسل السيارة. محطة وقود. صح.
مثل ما بنشوف اذا بنطلع على محطه الوقود عم نشوف وقود قدامنا. صحيح. ومثل ما شايفين في عندنا اولاد عم تسوق سيارات، وفي عندنا اولاد عم تشتغل موظف وقود اللي هو بيعبي البترول للسياره. نعم. هذا النشاط مثلا في اولاد بتدفع فلوس لتسوق السياره تعبي بترول، وفي اولاد بتقبض فلوس لانه هن اللي عم بيعبوا البترول. نعم. فالبروسيس نفسها اللي بتصير بمحطه البترول الولد صار فاهمها، عادة بيشوفها من شباك السيارة، يمكن ما فاهم تفاصيلها كلها هاي شو عم يصير. نعم. بس هون صار فاهمها 100% من الألف لياء. يخرج الطفل من هذه المدينة وهو ما شاء الله أخذ كورس كامل عن التعامل مع الحياة. أكيد. يعني هذا يمكن يكون حلم كثير من عيالنا وأطفالنا، الطيران، مركز تدريب الطيران. شنو هذي أستاذ عيسى؟ هون الولد بيجي، كثير من الأولاد ما تسأل شو بدك تصير بس تكبر بيقول لك طيار. طيار. هون بيجي الولد ومنعيشه هذا الدور. حلم هو. أكيد. حلم. هون عندنا على اليمين ببلش السيميليتر او نظام المحاكاه، نفس الانظمه اللي بيشتغلوا عليها الطيارين هن عم يعملوا تدريباتهم. بعد ما يقطع اول مرحله الولد اللي هي الشرح والتعليم بده يجي على السيميليتر لحتى يجرب او يخوض تجربه الطيار بشغله الاساسي اللي هو انه ياخذ طياره يطيرها مع الركاب من مكان لمكان. من هذا المكان ممكن يصبح الحلم حقيقة لأطفال. صح. ما منوقف هون بهذا القسم، كمان البنات لهم دور لأنه الطيار عادة الأولاد أكثر بحبوه، بس البنت كمان بتطلع على الدور تبع المضيفة. هون عبارة عن المنطقة اللي بتحضر فيها الأكل أو المشروب اللي بده يتقدم للركاب تبع الطائرة. بعد ما يتعلموا هذا القسم نتعلم كيف ناخد الترولي نطلع لعند الركاب، منوزع عليهم الأكل، منشوف شو عايزين، منشوف حاجاتهم وطلباتهم ومنأمن لهم إياها، ومنعلمهم كيف بيحكوا مع الركاب، الطريقة كيف بيوقفوا وكيف بتصرفوا. أستاذ عيسى الأسمر، شكرا جزيلا لك، أتمنى لك التوفيق، وشكرا على هذه الجولة اللي أضفت فيها الكثير لنا من معلومات، ونتمنى أيضا لمدينة كيدز موندو كل توفيق بإذن الله والسلامة لأبنائنا اللي راح يرتادون هذه المدينة. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، ونتمنى لك التوفيق برحلتك. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ عيسى. أعزائي المشاهدين، انتهت جولتنا اليوم في قطر مول، والحين بننطلق إلى رحلة أخرى، لا تروحون بعيد. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى متحف مطافي، هذه التحفة الفنية المعمارية الجميلة والتي ينطلق وتعتبر منصة لانطلاق الفن والفنانين، وهناك فعالية صيفية جميلة يشارك فيها عيالنا وشبابنا، خلونا نشوفها مع السيد خليفة العبيدلي، فحياكم معانا. مساك الله بالخير استاذ خليفه، كيف حالك؟ يعطيك العافيه، كيف صحتك؟ ان شاء الله طيب، اخبارك؟ الله يسلمك، الله يسلمك. احنا نبي نلف اليوم نسولف ويا بعض، بس في البدايه استاذ خليفه كلمنا عن هذا المكان اللي احنا فيه. احنا طبعا في محل كاس ارت، وكاس ارت من المحلات العريقه في تزويد الفنانين بمواد التلوين والرسم والمواد هذه. فاحنا بصراحه محظوظين بالكواليتي اللي موجوده الحين صارت عندنا في المواد الفنيه. الشغلة الثانية ان احنا صار مطافي زي ملتقى لكل المجتمع،
مش بس الفنانين وما شاء الله وايد فعاليات عندنا وايد. لذلك أبغى أكلمك عن فعالية مقامة الآن في مقر مطافي. نعم، إحنا فترة الصيف عاملين الإقامة الفنية لطلاب المدارس. حقيقة هذه السنة الثانية حق هذا البرنامج، والبرنامج أصلاً قائم على المعرض المشترك اللي نسويه إحنا حق وزارة التعليم عندنا في مطافي، والمعرض هذا الفنانين اللي هم الطلاب والمدرسين يعرضون فيه. فنختار 10 طلاب من جميع المدارس ويبتدون معنا البرنامج لمدة شهرين. الحلو في البرنامج هذا إنه برنامج نوعا ما تجريبي حق الطلاب، فيتعرفون على أنواع كثيرة من أساليب الفن. يعني هم بدأوا كأساسيات، كيف خلط الألوان، كيف عمل الرؤية، التكوين، الأمور هذه. فراح نطلع إن شاء الله بمجموعة أعمال وراح نختمها كذي بمعرض. نعم أستاذ خليفة، أيضا يمكن يعني سؤالي الأخير، أيضا يعني يمكن شبابنا وطلابنا يأخذون هذه الدورات وهذه الجرعات من خلال أساتذة ومختصين في هذا المجال. نعم، إحنا عندنا صراحة مجموعة من الفنانين في الإقامة الفنية، تتكلم عن هم 18 تم اختيارهم من 190 و200 شخص، فهم يعتبرون الصفوة اللي موجودين بأفكارهم وبتقنياتهم الموجودة. نعم أستاذ خليفة العبيدلي مدير مطافي مقر الفنانين، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لكم التوفيق في كل ما تقدمونه من أعمال. الله يخليك، شرفتونا وشرفتونا مع المشاهدين، وحياكم، إحنا هنا موجودين، معارضنا مفتوحة من 9 الصباح لغاية 7 المساء، المطعم الكاس آرت فاتحين لغاية الساعة 11 بالليل، فالمقر هذا ملتقى لكل أفراد المجتمع. شكرا لك، شكرا جزيلا لك أستاذ خليفة، شكرا. بالنسبة للمشاريع اللي بدأتوا فيها، حنحاول نبعد عن الأبيض والأسود تماماً، تمام؟ زي ما اتفقنا، نخلط الألوان، نضبطها، ونبتدي المشاريع اللي احنا اتفقنا عليها، أوكي؟ ايضا خلونا نشوف احدى المشاركات في هذا البرنامج. حياك الله. اهلين، نتعرف عليك. فاطمه محمد الهاجري. فاطمه، انت اصلا كانت عندك هذه الهوايه مثلا ولا تعلمتي هنا؟ لا، كانت عندي الهوايه من قبل، وامي وابوي ساعدوني فيها. نعم. طيب، يعني اكيد انك انت استفدتي من هذا البرنامج، وفي وجود ايضا فنانين ذو باع طويل في هذا الفن، اكيد ضافوا لكم. ايش الاضافات اللي يضيفونها، او نقول بعض الملاحظات اللي يعطونكم الفنانين في هذا المجال؟ علمونا شلون نخلط الالوان، وعلمونا البدائيات حق التلوين وكل شيء، وبالتفاصيل عن شلون نرسم الوجه، وعطونا مزهرية نرسمها ورا، ورسمناها كاملة، وعشان نعرف مكان الإضاءات، وعلمنا الأستاذ أكثر. يعني فاطمة، أنا ودي يعني صراحة أخوض هذه التجربة، وأنا ما عندي أي فكرة عن الفن التشكيلي. هو سهل، بس يعني يبي له أشياء لازم تدرب عليها. طيب، أنا ودي أرسم صراحة. أوكي، تفضل. تفضلي فاطمة. وصلنا لهذه اللوحة، بس أنا يعني أستسمحك إنك تأخذين الميكروفون وأنا أخذ القلم. طيب، أنا ما عندي فكرة أبداً، البداية شلون؟ أول شيء نرسم دائرة عشان نحدد الوجه عدل. طيب، هذه دائرة، بعدين نحط خط عشان نقسم الوجه. حطينا هذا الخط. إيه، بعدين نحط الشبه بيضاوي عشان نحدد الحنك. يعني يمكن اكيد انا مو برسام اتعلم، يمكن لا مرتب. اوكي، مرتب زين. بعدين نحط خط عشان نحدد العيون والحواجب. خط نص دائري، ربع دائري مثلا. اي، والخشم هنا تحت.
نهايه الدائره وفي النهايه الحلق هنا. انا الخط يمكن ما وصلت لي تحت، لازم اوصل لي تحت. اي طيب بعدين قلت لي الحلق. اي طيب بعدها خاص الدائره وهذه العيون تبي تشكلها مع 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 الخط هذا اللي سويناه قبل. يعني الحين صح انا اللي سويته هذا؟ اي صح. طيب وفي بعد اذا في الوان الاساسيه اللي هي عشان نطلع كل الالوان زين أوكي. مثلا اصفر واحمر، يعني نقول اصفر واحمر احمر راح يطلع برتقالي. هذه الوان ثانويه، وفي اصفر واخضر. اصفر وازرق يكون اللون الاخضر. يعني هذه الكميه تكفي؟ اي عادي، كل ما كتبت اصفر كل ما اخضر فاتح تقريبا بعد او نص نص. اي كل ما تكثر الاصفر راح يفتح. اضيف عليه لو بغيت هاي اضيف على اللون الاصفر. اي وفي اللون الاحمر مع الازرق راح يكون بنفسجي. بنفسجي راح تكون هذه الالوان الاساسيه وهذه الالوان الثانويه. طيب انا الحين ايش احط؟ اي لون مثلا الدائري مثلاً اللي اختاره؟ اختار اي لون. اي مثلا الاخضر، نقول الاخضر. راح تمسك الفرشاة بس تحدد الدائرة. الدائرة ما شاء الله سويت الدائرة أنا يعني. والعيون؟ العيون أنا يعني صراحة عزيز المشاهد أعتقد أني يعني اختفاط ما قصرت، يعني علمتني الاساسيات، لكني اعتقد اني فشلت في هذه الرسمه. مثل ما تشوفون يعني هنا مرتبه من الفنانه، ويمكن مثل ما تشوفون دخلت العين على على الساطر على الخشم. يعني فعلا الموهبه في البدايه، وايضا تصغر من خلال الاساتذه الفنانين حتى توصل للوحه بجمالياته وبفكرته. أنا أشكر أختي فاطمة محمد الهاجري على أنها علمتني أني أرسم، وأنا أعترف يعني بهذا الفشل. يمكن ما عندي هذه الموهبة، لكن نتمنى أيضا لكل الفنانين المشاركين في هذا البرنامج التوفيق والنجاح. وأشكرك أختي فاطمة أنك قبلتي أنك تعلميني. أعزائي المشاهدين، في ختام برنامجكم برنامج جولة، نتمنى أنكم استمتعتوا من خلال هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس الموعد، وفي أمان الله.